تبحث حكومة الوحدة الجديدة في ميانمار عن اعتراف بها، إن ذلك يلغي حكومة الانقلاب في اعتقادها. من فضلكم لا تعترفوا بالانقلاب، يرجى الاعتراف والاستماع إلى صرخة شعب ميانمار الذي يتوق إلى الديمقراطية والمساواة والوحدة والازدهار ودعم حكومة الوحدة الوطنية والاعتراف بها. يختارون وقتا لقمة زعماء جنوب شرق آسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. سيشارك رئيس المجلس العسكري في ميانمار رفقة وفد من 10 أعضاء، إن ذلك سيكون خطوة نحو شرعنة الانقلاب. منظمة العفو الدولية حثت دول جنوب شرق آسيا على التحقيق مع زعيم المجلس العسكري في ميانمار، لقد ارتكب جرائم ضد الإنسانية. من جرائم الانقلاب أيضا التدهور الاقتصادي والمالي للبلاد ما انعكس على لقمة عيش السكان. الأمم المتحدة قالت إن انعدام الأمن الغذائي يتزايد بشكل حاد في ميانمار بعد الانقلاب، ونحو 4 ملايين شخص إضافي سيكافحون للحصول على ما يأكلون في الأشهر القليلة المقبلة. برنامج الغذاء العالمي أكد أن أسعار السوق للمواد الأساسية ارتفعت بنسبة 5% و18% على التوالي منذ شهر فبراير شباط الماضي. رغم كل ذلك لا ينسى أولئك أن سلطة انتزعت يأمرون في خروجهم للتظاهرات اسماع صوتهم لمجتمع دولي من أجل استعادتها.